اليوم الملتقى هذا اللي عملناه ان شاء الله راح يكون يعني دائما كل عام ان شاء الله راح نقدموه، يضم خبراء يعني كبار في المجال الذكاء الاصطناعي كما رأيتم، يعني خبراء جزائريين محليين ولا خبراء يعني اللي ينشطوا في العالم، يعني من الولايات المتحدة، من دنمارك، من عدة بلدان، وسيتم تبادل يعني الخبرات وليز اكسبيريونس فيما يخص الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الاهتمام تاعنا للذكاء الاصطناعي يجي من اي ناحيه؟ اولا الامن، نأمنوا عمليات المواطن، يعني عملية زبائن بصفة عامة. ثانيا يعني تكون عمليات سريعة، لما الآلة هي اللي وحدها تتخذ العملية تكون سريعة. ثالثا يعني يقولوا عملية آمنة وسريعة وآنية في نفس الوقت. ثالثا يعني نروحوا نكتشفوا عادات الزبون، وعن طريق اكتشاف عادات الزبون يعني لما نحكموا الداتا يعني البيانات وندرسوها، يعني الآلة حتدرسها وحدها وتعطينا نتائج، نعرف عدد زبون ربما نقترح عليه طرق أحسن لإدارة أمواله. رابعا هو أيضا وسيلة، الذكاء الاصطناعي سيكون وسيلة يعني لكشف الغش وكل عمليات اختلاس، وأيضا تبييض الأموال والأمور الأخرى. بالنسبة للبيانات الشخصية، الذكاء الاصطناعي هو أول شيء هو يبقى يعني عملية اللي تساعد على اتخاذ القرار، ولكن ما هيش عملية اللي حتكون تخرج بيانات شخصية. الذكاء الاصطناعي اليوم يعطينا إمكانية أننا نحمي البيانات أكثر من أننا نسربها. ربما أحسن يعني تطبيق موبيل في الجزائر، لما يقول لك 5 ملايين إنسان يعني يستعملوا باريدي موب، ربما على بالكم لما يوقع لنا باغ ولا حاجة الساحة كلها تهتز، ولا تكون ضالات، يعني بما يعني يبين بلي ناجح، بلي تطبيق ناجح. ولكن في نفس الوقت كما قلت سابقا، من لم يتقدم يتأخر، ولهذا باريدي موب ربما سيأخذ حلة جديدة وسيتطور وتدخل فيه الذكاء الاصطناعي، وربما يعني نروحوا دي ديفلوبمون اكثر. راكم شفتوا الان مضينا يعني اتفاق مع الانستيتو تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي رايح في هذا الاتجاه ان شاء الله. ربما ما نقدرش نقول لك يعني انيا، لاننا كلنا رانا في خطواتنا الاولى في الذكاء الاصطناعي، ولكن احنا اون اوفر لو ديبا ولا سويت فا فينير ان شاء الله. ولكن احنا ان شاء الله كما نقولوا ما نقعدوش نهضروا، ولكن نطبقوا ان شاء الله في الميدان.